خير. اليوم جولتنا جولة فنية ثقافية تاريخية ترتبط باسم وتاريخ هاي المدينة. طبعا اكو معرض، هذا المعرض الصور الفوتوغرافية بس مو اي صور، الصور القديمة للعائلات وللشخصيات وللرموز اللي عاشوا بهذه المدينة واللي أسسوا هذه المدينة. طبعاً المعرض موجود في الهواء الطلق في حديقة مبنى السراي المعروف وسط السليماني. ابقوا معنا وتابعوا الجولة حتى النهاية. كمجلة الثقافة والفن في محافظة السليمانية نسوي فعاليات بمناسبة وبدون مناسبة. مدينة السليمانية وحضورها يعني يوميا أكو مناسبات أكو فعاليات متعددة. هالفعالية عبارة عن معرض لصور الأجيال السابقة لسليمانية. تعرف حضرتك أن سليمانية ولدت عاصمة لبابان، لأمير نشين بابان، وبقي عاصمة لحد الآن، عاصمة سياسية، عاصمة إدارية، عاصمة ثقافية وفنية. لذا قمنا بهالمعرض، معرض صور الأجيال السابقة، لكي يعرف الجيل الجديد والأجيال الجديدة ما فعله هو الأجيال السابقة في بناية هالمدينة وفي بناية أو تأسيس القومية الكردية والهوية الكردية. سليمانية لها دور بارز في تشكيل الهوية الكردية، لذا يبقى سليمانية مدينة كردية أصيلة ومدينة عراقية أصيلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد جلال الحاجي الدريش غفور. تقدر تحكي لنا شنو ارتباط هذه المدينة بتاريخها، بعراقتها ثقافيا فنيا، خصوصا مع شخصيات معروفة؟ نعم. عائلة بابان اللي أسس. نعم نعم نعم. نعم. أولا المدينة السليمانية لما بناه سليمان باشا البابان سنة 1784 ميلادية كمدينة جديدة في منطقة من ناحية الهواء وطبيعة الأراضي المنطقية والمياه، منابع المياه كان متقدم كلش، وبنوا هاي جامع الكبير أول مرة، جامع الكبير السليمانية. وبعدين زمن الإنجليز بنوا هاي البناية القديمة أعتقد سنة 1927 وصاروا بوسط المدينة. وطبعا أني كابن هالمدينة العريقة أفتخر بمدينتي، مدينة السليمانية مدينة الثقافة والعلم والتضحية والفداء، ومدينة الثورات ومدينة الرجالات. الصورة شفت صورة هذا الوالد؟ نعم نعم والد. أي سنة بالضبط وشان يشتغل؟ والدي كان تاجر من التجار القدامى بسليمانية ومعروفة. طبعا أنا اسمي محمد جلال، مركب اسمي، بس أبوي اسمه حاجي درويش غفور أمين، تاجر بالسوق البلدية السليمانية القديمة، وتوفى سنة 1975. نعم. شكرا جزيلا لهالمعلومات. أشكرك دائما وشكرا لكم، وإن شاء الله النجاح والتقدم لقناتكم. Thank you.
اهلا وسهلا بكم. احنا عندما نقول اي مدينه، هي هاي السليمانيه مدينه الثقافه. زين الثقافه بيش غير نرجع بالتاريخ، غير نرجع بالحضاره. حضاره السليمانيه الصور وتاريخها، اي واحد غريب من يدخل على السليمانيه يعرف مدى تاريخه ومدى عمقها ومدى العلاقات شلون كانت، من الاجتماعيه والاقتصاديه وحتى نقول الرياضه، المدارس. هسه اذا تشوفها ماكو هيك علاقات يمكن بالكون. ليش سموها مدينه الثقافه؟ يعني مو هسه، هاي بالتاريخ. اذا تشوف الصور اهل السليمانيه حتى لبسهم بالستينات بالخمسينات كان مثل لبس الغرب، عبالك اوروبا على مود هذا. واني مره ثانيه والف مره اقول احسنت على هاي الفكره اللي سواها. اتمنى هاي الرساله من السليمانه توصل على المدن الاخرى. هسه بغداد ارقى مدينه بالعالم، زمن العباسيين كانت عاصمه العالم. زين خلي يسوون فد، يجون احنا للسليمانيه نرحب بيهم، يفتحوا ببغداد بعيني. يعني احنا نجي نزوره لانه بغداد اهل الثقافه، اهل العلم، اهل الادب، اهل الاخلاق. يعني احنا دائما نقول السليمانيه هسه المحافظه سميناها ام المحافظات واخت المحافظات. اشكركم وان شاء الله نشوف العراق بطيبه واخلاقيته ان شاء الله. طبعا شفت الجوله، جولتنا تميزت بعرض هذه الصور، والصور طبعا تجسد مراحل تاريخيه متعدده. الحصيله النهائيه لهذه الصور انه المدينه عاشت تاريخ كبير، تاريخ بالمدنيه والعلم والثقافة، كانت من بداية تأسيسها وحتى يومنا هذا. أتمنى تكون راقت لكم هذه الجولة. انتظروني أنا مخلد محمد في جولات أخرى جديدة.